بطولة كأس الاتحاد، وبتتعمل كل سنة كأس الاتحاد. مشترك كان معنا حوالي 21 فريق من مختلف الأندية. النتائج فيها كويسة رغم النهاردة ما شاء الله، يعني الله أكبر، وإحنا الكاميرا جايبة كل حاجة، حاجة النهاردة تبهر. إحنا أول مرة نشوف حاجة زي كده. في نواجل وفي باراكودا وفي تونة وفي جرم بقى، كان كله كاتش اند ريليس، يعني صيد وإطلاق للحفاظ على البيئة. وبنطبق برضو بعض القواعد، هو ممنوع يطلعوا من نفس الصنف أكثر من سمكتين في اليوم للحفاظ على الأنواع في البحر. احنا في نادي الرياضات البحريه كل سنه بننظم ثلاث مهرجانات صيد الاتحاد المصري، بطوله تحت رعايه باسم نادي رئيس النادي السابق اللواء جمال نظيم، وبطوله الاتحاد المصري للصيد الاسماك اللي هي البطوله الحاليه. وطبعا نادي الرياضات البحريه من الانديه العريقه اللي في مسابقات صيد الاسماك. رياضه صيد الاسماك من امتع الرياضات اللي ممكن الانسان يمارسها. اولا فيها مميزات كتيره جدا، بتعلم صفات وخصال حميده كتير. نقول اللي هي بتعلم الصبر، بقى بتعلم الصبر جدا، وبتعلم المثابره، وبتعلم بذل الجهد، وبتعلم حاجات كتيره جدا، وليها دور كتير جدا في تهذيب النفس وتطويعها. صيد الاسماك يعني احنا بنتكلم طبعا اولا هو يعني حتى الف ب بيكلمك، حتى الصيد بيعلم الصبر، الصيد بيعلمك خصال حميده كتيره جدا جدا، وخصال ده. وبعدين بالذات كمان البطولات اللي زي دي بتشكل عليك في شخصيتك حاجات مختلفه تماما، لانها اولا انت بتاخد قرار، محتاج تفكر بسرعه، محتاج تغير اتجاهات في جو متقلب، ممكن ان انت تغير اتجاهاتك. البحر اليوم الثاني كان عالي، احنا اليوم الاول الحمد لله اصطدنا كويس قوي، واليوم الثاني اصطدنا كويس بعد الظهر، بعد الساعه 10 البحر بدا يعلى، فالنظام اتغير. إيه توجهاتك بقى وانت رئيس المركب، بتقول ايه للكباتن والفريق اللي بيبقى طالع معاك على المركب؟ اول حاجه احنا بنعتمد على ربنا الاول، وبعد كده في نظام معين بنحط الخطه بتاعت اللي احنا هنشتغل عليها، وعلى هذا الاساس الفريق بيتعامل على الخطه اللي احنا بنعملها. والله حق بص، هو السمك هو يعني حوالي الحمد لله 16 سمكه تقريبا. خدت المركز الاول. الاول الحمد لله. المركز الاول. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. طبعا كانت اهم حاجه في المسابقه الانواع، يعني عارف ان السكور يعني سيستم السكور بتاع المسابقه الانواع بتفرق كتير جدا، انت بتضرب الوزن في عدد الانواع. فكان اهم حاجه ان احنا مثلا بناخد نوع معين سمكتين منه، وبعدين بنغير السات ونغير الطريقه ونغير. متوقعين النهارده ان انت تاخد المركز الاول؟ والله الحمد لله، يعني لغايه ثاني يوم كنا متوقعين جدا، ان احنا كنا اول يوم طلعنا اول وثاني يوم طلعنا اول، بس امبارح الحظ ما كانش معانا شويه، لغايه الساعه 4 ما كانش معانا ولا سمك، بس الحمد لله يعني ربنا فرجها في الاخر. مصر ناس كتير قوي بتصطاد، في بيصطادوا في النيل، في بيصطادوا على البحر، بس من الشط احنا هنا مسابقه للصيد انواع من الصيد زي الجر والجيجينج والبوبينج والتسقيط من المراكب. فدي احنا بنطلع 3 ايام في البحر، 3 ليالي 4 ايام، وبيبقى يعني مسابقه بقى. حضرتك كام بقى فريق العمل اللي معاك ده بيبقى قد ايه؟ فريق 5 افراد. احلى رياضه في الدنيا رياضه الاسماك، ده كل اللي اقدر اقوله لك. طب النهارده طلعتي كام سمكه؟ لا لمينا السمك كله من البحر. رياضه جميله، ومبسوطه اني بوجودي في الفريق. و النهارده فريق سيدات، يعني انتوا دي نادره النهارده، حاجه نادره. هنا معانا كمان غاده عامله شغل عالي قوي، ورئيسه الفريق جيجي وفاتي، مجموعة جميلة جدا جدا. حابين تقولوا ايه للكابتن مدحت شلبي؟ كل سنة هو طيب الأول، ويا ريت احنا عاوزين نشوفه ويشرفنا هنا في النادي. البطولة جميلة، وزي ما انت شايف الجو جميل، وبطولة عظيمة وفيها أسماك أحجام، ويعني نتمنى إن رياضة صيد الأسماك يعني تنتشر في مصر أكتر من كده. مساء الأنوار.